تزامنا مع احتفال سنة على تأسيسها وفي سلسلة الروبورتاجات التي نجريها بالصوت والصورة، انتقلنا إلى مقر جمعية ماما سلطانة لإيواء ورعاية الأطفال المهملين والمتخلى عنهم، والكائن مقرها بحي وفيق ببرشيدة. أسستها في 6 مارس داك العام، دابا كملت عام باش أسسناها، وخدينا هاد المقر اللي عبارة عن شقة، وحاولت باش نخليها تحت الاستغلال ديال الوليدات اللي كيتزادوا بطريقة غير يعني طريقة ديال الإهمال وطريقة التخلي عنهم، أو اللي كنلقاهم في الأزقة ولا سميتو. وفي نفس الوقت حاولت ندير هاد الشقة على حساب بيت عادي، باش حتى دوك الوليدات اللي غادي نستقبلهم فيهم يحسوا أنهم في بيت ديال أسري، يعني بعيد عن لي سونتر وبعيد عن المستشفيات. وبالنسبة لهاد الشهر كنت جات عندي واحد السيده مع 11 ونص تاع الليل، فحالها مسكينه مكرفصه بزاف وداكشي. بعد طلع على حالها لقيتها ان مسكينه كتمشي للبوادي، كتهرب من بلاصه لبلاصه لان حامل وما فهمتي. بعد الاجراءات اللي درت معاها وداكشي وسميتو، لقيتها خديت لاكارت ناسيونال ديالها لان كانت عندها، لقيتها ان بنت سيدي سليمان، زيتها ديتها لوبيتال، قالوا لي الرازي يعني، وقالوا لي غادي باقي الوجع ما كشات فهمتو، ديها وعاودي رجعيها. مع 4 الصباح شدها الوجع بزاف، شديتها عاود ديتها، بقات حتى 10 الصباح، وقالوا لي ما يمكنش البيبي بدا كيصخف. عاد هزينا في لومبيلونس، دينا للسطات، ولدت جوج لاروب. من بعد سميتو تزاد عندها وليد وداكشي، درنا الاجراءات خرجناها وداكشي. جيت استضفت في الدار عندي هنايا في الجمعيه، لان مسكينه ما عندهاش فين تمشي ومخلوعه من عائلتها، وخوتها كيقلبوا عليها وداكشي. المهم اختي ملي شافت الوليد هكا قالت لك انا بغيت نتكفل بهذا الوليد، واخا عندها وليدها حتى قالت لك نتكفل به فهمتي، تكفل عن قرب يعني باش ما فهمتي، باش الوليد ما يضيعش وداكشي، نعيشوا بحال وليداتي. سمينا اسلام، ودابا راه في كنف حضن ديال الاخت ديالي والزوج ديالها الشيب محمد، اللي كنتمنى ان شاء الله يربي يعوضهم بهذا الجزاء. ومن بعد جات عندي بنت اخرى عندها 22 عام، حتى هي جات من سلا، استقبلتها سميتو، ديتها حتى هي تقريبا 5 ايام، وانا كندير لها في فحوصات وفهمتي، لان كانت ام عزيبه وفي نفس الوقت كانت باقا كتحمل، كتقول انها باقا يعني باقا عندها الفيرجينيتي ديالها. وفي نفس الوقت حتى هي درت نفس الفحوصات وداكشي الفرازي، ومن بعد حتى هي ولدت في سطات. من بعد ما خرجت سميتو استقبلتها عاوتاني هنايا، حتى درت الاجراءات وداكشي وكلشي. دابا راه البارح جات واحد العائله اللي عرفتها وداكشي، وتكلفوا هذاك الوليد هو ادم، سميناه ادم. الجمعية في ظرف سنة استقبلت حوالي 30 حالة، كان منهم من تم التكافل بهم من بعض الأسر التي لا تنجب، وباقي الحالات من خلال المصاحبة والمواكبة لهم.